مواقع بتغير حياتك، الجزء التاسع. اليوم حنتكلم عن موقع رائع كثير منا بيحتاجه. هذا الموقع اسمه لابي ليست. هذا الموقع اسمه لابي ليست. كيف هذا الموقع مبدأ عمله؟ باختصار بسألك انه انت شو نوع الكمبيوتر او اللابتوب اللي انت بحاجته، فحط لك كاتيجوريز هون: جيمينج، الترا بورتابل، كونفرتابل، بروجرامينج، ماين ستريم، حسب استخدامك لللابتوب اللي بدك اياه. مباشره اضغط على الفئه اللي انت بتستخدم او بدك تستخدم اللابتوب عشانها، وبكل بساطه بجيب لك يا سيدي العزيز احلى المواصفات والتفاصيل عن اللابتوب اللي ممكن تستخدمه لموضوع الجيمينج اللي انا اخترته. فكاتب لك هون بيست جيمينج لابتوبس، ومقسم لك الموضوع على اكثر من كاتيجوري حسب السعر. فهون عندك لو، مينيمم، مينيمم هاي، هاي، فيري هاي، الترا هاي، ومعطيك مواصفات اللابتوبات بشكل عام من ناحيه الموديل، السي بي يو، الجرافيكس، الرام، اتش دي دي، الهارد ديسك، اس اس دي، ديسبلاي، باتري، كواليتي، ويت، ثيكنس. فكل لون بناء على بادجت معين. فلاحظ هذا اقل شيء تقريبا 689 دولار. بيجي عندك في انواع كثيره باللون الاخضر اللي هي لفئه المينيمم او المينيمم هاي. فانت هون يا سيدي العزيز بتفصل او بتختار الكمبيوتر على هوا الفلوس تبعتك، والكمبيوتر اللي بيعجبك مباشره تيجي تضغط عليه. فمثلا انا عجبني هذا اخر واحد اللي هو اغلى واحد واقوى واحد. شوف مواصفاته مرعبه، يعني كور i9، انفيديا، 32 جيجا بايت الرام، هارد ديسك 1 تيرا، اند سو اون. فاكبس عليه هون مباشره بوديك على صفحه الشراء من الموقع اللي متوفر فيه اللابتوب مع كامل الديسكريبشن عنه. موقع لطيف بصراحه لكل الناس اللي بتحب ومحتاره شو تشتري لابتوبات بناء على الاستخدام. لاحظ تختار الكاتيجوري اللي بدك اياها، هاي بروجرامينج، تختار الكاتيجوري اللي بدك اياها وبيجيب لك المواصفات كاملة حسب السعر. ان شاء الله انه عجبكم. تحياتي.